مرحبا بالجميع في هذه الندوة التي تنظمها مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين في إطار الفعاليات والمبادرات التي تقيمها دعما للشعب الفلسطيني في ممارسة حقه المشروع في مقاومة الاحتلال، وكذلك تعريفا وتحسيسا بخطورة وجسامة وفداحة ما يتم ارتكابه من جرائم على أرض فلسطين وفي غزة بصفة خاصة. جميع أنواع الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ترتكبها آلة الحرب الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه، جرائم يشاهدها العالم، يشاهدها الجميع على الشاشات كل يوم منذ ما يقرب من 4 أشهر. قتل المدنيين، قتل الأطفال، قتل النساء، هذه جرائم حرب. قتل الأطباء، استهداف المستشفيات والمدارس والمساجد، هذه جرائم حرب. ثم كذلك جريمة التجويع والتشريد والحصار وجريمة الإبادة الجماعية لشعب يكافح من أجل استعادة حقوقه الوطنية وأرضه المغصوبة. الموضوع الذي سنتناوله هو المحكمة الجنائية الدولية وجرائم الإبادة على الجماعية على غزة. ولعل أفدح وأقوى الجرائم التي ترتكب على أرض فلسطين هي جريمة الإبادة الجماعية. هذه الجريمة التي تدخل في إطار الاتفاقية الدولية اعتمدتها الأمم المتحدة في 9 دجنبر 1948، أي يوما واحدا قبل صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وجاء في ديباجة هذه الاتفاقية أن الإبادة الجماعية جريمة بمقتضى القانون الدولي تتعارض مع روح الأمم المتحدة وأهدافها ويدينها العالم المتمدن. فأين هو هذا العالم المتمدن الذي رأيناه يدين هذه الجرائم الفظيعة التي تقع على أرض فلسطين؟ وتعرف المادة التالية من اتفاقية الإبادة الجماعية بأنها الأفعال المرتكبة قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو عرقية أو عنصرية أو دينية. ومن هذه الأفعال التي تشير إليها نفس المادة قتل أعضاء من الجماعة أو إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بهم أو إخضاع الجماعة لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا. وتأتي جريمة الإبادة الجماعية في صدارة أنواع الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وفق المادة 5 من نظام روما الأساسي المتعلق بهذه المحكمة. فهل ستطلع هذه المحكمة الجنائية الدولية بدورها وتقوم بممارسة اختصاصاتها المثبتة
في نظامها الأساسي، أم أننا سنكون أمام معايير المتعددة التي تعودناها أو ازدواجية المعايير التعامل مع القضايا بحسب هل هي قضايا لشعوب مستضعفة أم أنها قضايا للقوى، قوى الطغيان الدولي. هذه ندوة سيتحدث فيها ثلة من الأساتذة والنقباء الذين ينتظر أن يعالجوا هذا الموضوع، ولا شك سيكون هناك ستطرح الأسئلة وربما بعض الأجوبة حول ما يفترض أن تقوم به المحكمة الجنائية الدولية، وهل ستقوم بما يفترض أن تقوم به؟ وباعتقادي أنه القانون الأساسي على الأقل في أربعة أنواع من الجرائم الخطيرة، وكلها تنطبق على إسرائيل في تعاملها مع الشعب الفلسطيني يوميا. النوع الأول من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية هي إبادة جماعية، وتتضمن هذه الإبادة الجماعية عدة أفعال يجرمها القانون، ليس قانون الدولي فقط وإنما حتى القوانين في البلدان الديمقراطية. تعني الإبادة الجماعية أي فعل من الأفعال المحددة في نظام روما، مثل القتل أو التسبب بأداء شديد، ذلك من أجل أو بهدف إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه إهلاكا كليا أو جزئيا. النوع الثاني من الجرائم وهو الجرائم ضد الإنسانية، وتعني بالتحديد هذه الجرائم الإنسانية أي فعل من الأفعال المحظورة والمحددة في نظام روما متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهج موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين. وتضمن مثل هذه الأفعال القتل العام، الإبادة، الاغتصاب، العبودية الجنسية، والإبعاد أو النقل القسري للسكان، وكذلك تتضمن جريمة التفرقة العنصرية وغيرها. الإبادة كذلك الجماعية، وكذلك الجرائم ضد الإنسانية عرضية للعقاب بصرف النظر عن ارتكابها وقت السلام أو وقت الحرب. النوع الثاني من أنواع الجرائم التي تختص بها هذه المحكمة هي جرائم الحرب، وتدخل في نطاق هذه الجرائم الخروقات الخطيرة لاتفاقية جنيف 1949 وانتهاكات خطيرة أخرى لقوانين الحرب متى ارتكبت على نطاق واسع في إطار نزاع مسلح دولي أو داخلي، أو إدراج النزاعات الداخلية يتوائم مع القانون الدولي العرفي وبعكس الواقع بأنه في السنوات 50 الماضية حدثت أكثر انتهاكات خطورة لحقوق الإنسان داخل الدول ضمن النزاعات الدولية. النوع الرابع من الجرائم التي تدخل في اختصاص النوع المحكمة الجنائية هي جرائم العدوان، ويدخل في نطاق هذه جرائم العدوان فيما يتعلق بهذه الجريمة، فإنه لم يتم تحديد مضمون أركان جريمة العدوان في النظام الأساسي للمحكمة كباقي الجرائم الأخرى،
لذلك فإن المحكمة الجنائية الدولية تمارس اختصاصها على هذه الجريمة وقت ما يتم إقرار تعريف العدوان. هذا هو ما أوكل إلى تناوله من اختصاص العام، وبطبيعة الحال كان هناك اختصاصات تكميلية لا محل لها مما أوكل إليها. وبطبيعة الحال أثناء النقاش يمكن أن نزيد الأمر توضيحا. أشكركم على الدعوة الكريمة، نظرا كذلك أهمية وراهنية هذا الموضوع المصيري بالنسبة للشعب المغربي. المحكمة الجنائية الدولية والإبادة الجماعية في غزة عنوانها في نظر المتواضع هو أولا الجريمة الأولى، هي خارجة عن ميثاق روما. الجريمة الأولى في نظر المتواضع متعلقة بالتزييف والتزوير للمفاهيم، للوقائع، للصفات وللنظريات المتعلقة بالنزاع الفلسطيني أو جريمة الاحتلال الفلسطيني. فالجلاد يصبح ضحية والدفاع عن النفس يصبح أداة للاحتلال والمقاومة تصبح إرهابا. فهذه هي الجرائم في نظري الأولى في هذا النزاع، نظرا لمحاولة تضليل الرأي العام الدولي في ما يخص القضية الفلسطينية. ولعل أبرز أداة قانونية في هذا الطرح هي المادة 51 للميثاق الكوني لحقوق الإنسان التي تتكلم على الدفاع عن النفس والتي تستعمل من طرف الكيان الصهيوني لشرعنة جرائمه على أرض فلسطين. فما معنى الدفاع عن النفس في القانون الدولي؟ هو لما تعتدي دولة على دولة أخرى فيجب الرد بالمثل وبنسبية معينة في إطار طبعا توازن القوى وفي إطار الحق المشروع في حماية البشر وحماية الممتلكات إلى آخره. لكن هنا واقع الحال على أن الاعتداء المستمر منذ 1948 هو اعتداء استيطاني واستعماري، ولعل المدافع عن نفسه في هذه الحالة هو الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية. فلما نقوم بتحليل معكوس une interprétation à contrario لهذه المادة 51 فهي لا تخدم الكيان الصهيوني بل تخدم الشعب الفلسطيني نظرا لصفته الواقعية كضحية الاحتلال وضحية الاستعمار في نزلة الحال. فلما نتكلم عن المقاومة هنا نتكلم عن الدفاع عن النفس، وهذا مدخل إلى تعريف أو الفرز أو المفارقة ما بين مفهوم المقاومة ومفهوم الإرهاب الذي اقتحم القانون الدولي منذ 20 أو 30 سنة. نعلم على أن المقاومة حق من حقوق الإنسان، وكذلك المؤسسات الأممية من داخل المنظومة الأممية هناك لجان مناهضة للاستعمار تعتبر على أن منظمة التحرير الوطنية لأملان لموفمون ليبراسيون ناسيونال لديهم حق المقاومة العسكرية. واليوم الكيان الصهيوني باعتراف من محكمة العدل الدولية أخيرا وبعد 80 سنة تعتبر على أن الكيان الصهيوني يعني يقوم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية وفقا للمواثيق الدولية. فالمسألة المادة 51 حق أريد به باطل لصالح المحتل والمستعمر فهو في الحقيقة وفي العمق
هو أداة وآلية قانونية لفائدة الشعب الفلسطيني، لأنه هو الضحية في هذه العملية وهو من يدافع عن نفسه في هذه العملية نظرا للجريمة المستمرة للكيان الصهيوني. ونفتح قوس هنا للإشارة لأكبر داعمين للكيان الصهيوني ألا وهو الولايات المتحدة في دستوره، في دستور الأمريكي المادة 2 تقول في إطار الدفاع عن النفس، تقول على أن كل شعب تعرض للاعتداء أو زيغ حكومة معينة من حقه أن يحمل السلاح. نحن في 2024 وهذا دستور لا يدخل أو قراءته لا تدخل في إطار التاريخ القانوني أو في إطار البحث التاريخي، هذا دستور قائم في بلد أكبر داعم للكيان الصهيوني. هذا من باب تطرق إلى 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 موضوع الإبادة الجماعية في فلسطين. كما أكد الرئيس النقيب بن عمرو حول ميثاق روما، أكيد أن هناك أربع جرائم في المادة 6، 7، و8 وهي الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم العدوان. إحنا نبقوا غير في 3 ديال الجرائم، وإلى سيد الرئيس منحني واحد الحيز ديال الوقت أننا نصردوا بعض الملائمات مع الوقائع. إحنا كاملين متبعين الأخبار في الميدان، لما سنقرأ هذه التفاصيل المعرفة أو المكونة لهذه 3 جرائم أساسية في ميثاق روما كما لو أن ميثاق روما كتب من أجل الكيان الصهيوني. مادة 6 الإبادة الجماعية، أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه، إهلاكا كليا أو جزئيا، قتل أفراد الجماعة، إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة، إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كليا أو جزئيا، نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى، هذه الإبادة الجماعية الجينوسيد. الجرائم ضد الإنسانية لو كريم كونتر لومانيتي المادة 7، أي فعل من الأفعال التالية ما ترتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم، القتل العمد، الإبادة، إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان، السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي، التعذيب، اضطهاد أي جماعة محددة أو مجموعة محددة من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية أو لأسباب أخرى إلى آخره، الاختفاء القسري للأشخاص، جريمة الفصل العنصري. وهنا أفتح قوس حول هذه القضية ديال الجريمة المسمى بالفرز الفصل أو الميز العنصري أو المعروفة بالأبرتايد، لكي ننتقل إلى التفكيك أو التحليل السياسي. هذه هي دخلة في المسألة ديال الزيف وشيء ما تحوير الوقائع إلى آخره، كما لأن للكلام معنى وللمصطلحات وللمفاهيم معنى خاصة في توجيه الرأي العام. هذه القضية ديال الأبارتايد شخصيا وبكل تواضع تجيني بحال التطرق لما يقع في فلسطين في الكلام على غزة ولا الكلام على فلسطين. لاحظوا معي على أن الغرب حتى في الحركات المتضامنة مع فلسطين لا يتكلم على فلسطين بالستين، يتكلم على غزة، كما أن غزة تقع في بلد احنا ما عرفناش فين جاء أو كذا. لما حجب كلمة فلسطين؟ هذا سؤال يطرح. فهذه العملية ديال الأبارتايد هناك حركة قوية جدا في الغرب وطبعا ما بين الشعوب العربية والمسلمة
تتكلم عن الميز العنصري. هنا أطرح سؤال لجميع الأخوات والإخوان، هل ليس هناك مخاطرة سياسية في الاكتفاء بالدفاع عن الميز العنصري كما لو أننا في جنوب إفريقيا، ونصبح من حيث لا ندري ندافع على مجرد حقوق مدنية للتساوي والمساواة داخل كيان محتل، ونضحي ونصبح في مقاربة إيديولوجية ابتعدت عن منطق مناهضة الاحتلال والمطالبة بالاستقلال ومطالبة بالحرية، ومجرد المطالبة بحقوق مدنية متساوية مع الصهاينة واليهود الذين احتلوا الأرض الفلسطينية. فهذا سؤال يطرح، وإن لم تكن سوء النية في مسألة الدفاع عن إلغاء الأبرتايد والميز العنصري وكذا، كما لو أننا في دولة لديها مشروعيات نتعايش فيها، ولكن هناك إثنية معينة مفضلة عن إثنية أخرى، ولا نناقش ولا وتناسينا موضوع الأساسي أو التناقض الجوهري اللي هو الاحتلال لكيان غاشم لا مشروعية له، تدخل في أرض فلسطين من خلال أساليب إرهابية، وهجر شعبا وقام بإبادة جماعية لأزيد من 80 سنة. فهنا جريمة الميز العنصري التي تنطلق من المادة 7 للجرائم ضد الإنسانية، والتي نجدها في مقتضيات أخرى، أطرح سؤال المخاطرات هنا. جرائم الحرب تعني الجرائم أو الانتهاكات الجسيمة لاتفاقية جنيف المؤرخة في 49، أي الأفعال ضد الأشخاص أو الممتلكات، مرة أخرى القتل العمد، التعميد، التعذيب، عفوا المعاملة لا إنسانية، تعمد إحداث معاناة شديدة، أو إلحاق أذى خطير بالجسم والصحة، إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية. هذا كله يذكرنا، يحيلنا عفوا مباشرة للكم الإخباري والموثق لما يقع في أرض فلسطين. تعني جرائم الحرب الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي من الأفعال التالية: تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين، تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية، تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية، لعل آخر حادثة هي مسألة الأونروا، ناهيك عن باقي المنظمات الدولية لا المدنية ولا الرسمية. تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الأرواح، أو عن إصابات بين المدنيين، أو عن إلحاق أضرار مدنية، أو إحداث ضرر واسع النطاق كذا إلى آخره، مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني العزلة التي لا تكون أهدافاً عسكرية بأية وسيلة كانت. قيام دولة الاحتلال، هنا القانون يتكلم عن دولة الاحتلال، قيام دولة الاحتلال بمعنى تخصيص الاحتلال في هذا البند يبتعد عن المنطق المنازعة بين الدول. الاحتلال على نحو مباشر أو غير مباشر بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، أو إبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض، تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية والأثار التاريخية والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى وجرحى شريطة ألا تكون أهدافاً عسكرية.
تدمير ممتلكات العدو والاستيلاء عليها ما لم يكن هذا التدمير أو الاستيلاء ما مما تحتم ضرورة الحرب، استخدام السموم أو الأسلحة المسممة، استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات وجميع ما في حكمها من السوائل أو المواد أو الأجهزة، استخدام الرصاصات التي تتمدد إلى آخره، استخدام أسلحة أو قذائف أو كذا. واللائحة طويلة في تفصيل هذه الجرائم التي تحيلنا مباشرة على إسرائيل كما لو لم نمر من محكمة يوغوسلافيا أو محكمة رواندا، أو أن القانون أصيغ يعني للتطرق لهذا الاستعمار الغاشي. فاليوم المجتمع الدولي من خلال المؤسسات الدولية ومحكمة العدل الدولية يعني انتصر إلى شيء من الحكمة من داخل العقلية أو المنظومة الغربية بإصدار ذلك القرار الذي يقر أخيرا بأن هناك إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني. وهذه المحكمة الدولية كما نعلم هي يعني مغايرة، هناك فرق ما بينها وبين المحكمة الجنائية الدولية، بحيث أن محكمة العدل الدولية لديها وظيفتين، هي فك المنازعة ما بين الدول والوظيفة الاستشارية. ولعل قبل هذا الحكم كان هناك استشارة أو النافي كونسلتاتيف، رأي استشاري في 2004 الذي يعتبر على أن الجدار في فلسطين هو يعني مخالف للقانون الدولي. فمحكمة العدل الدولية ابتدأت يعني تتطور في هذا النحو، ولعل أول حكم يعني صادر ضد هذا الكيان الغاشم هو الذي صدر مؤخرا. طبعا يبقى رهينة مجلس الأمن في إطار صيغته التنفيذية كي نتكلم بلغة المحاكمة، فأكيد أن أمريكا ستتعرض بالرفض وبالفيتو لهذا الحكم في إطار تنفيذي كما الكيان الصهيوني، ولكن إنها خطوة لتأسيس المشروعية الدولية التي تجمع على وجود الإبادة الجماعية. بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية، هناك اليوم تحقيقات انطلقت بتعليمات من المدعي العام، ونعلم على أن المدعي العام وفق المادة 15 لميثاق روما لديه صلاحية التحقيق والمتابعة وليس الضحايا. فالضحايا، مفهوم الضحية في ميثاق روما هو غير موجود مع الأسف، لكن يتطور إلى مفهوم الشاهد، ولهذا الشاهد يعني كل صلاحية للإدلاء بجميع الوثائق والحجج والقرائن كي يمنح للمدعي العام على إصدار المتابعات وإصدار يعني وقيام بتحقيقات إلى آخره. ولكن هنا مخاطرة، لأن في مجزرة دير ياسين مثلا قررت الأمم المتحدة قبل قيام المحكمة الجنائية الدولية. بالطبع هي فرحتنا أن نلتقي في بداية السنة أو في بداية السنة والعالم يتغير في اعتقادي، والعالم انتفض بعد انتفاضة الشعب الفلسطيني في غزة وبعد انتفاضة المجاهدين والمقاومين في جنوب في لبنان، وبعد مقاومة الشعب الفلسطيني كذلك جزء منه في الضفة. أعتقد بأنه العالم الآن يشهد مرحلة لم يشهد من سبق، لم يشهد من قبل. علمتنا المقاومة، علمتنا شيء كثير، أن الظلم ينتهي يوما ما، وأن الظالم لا يمكن أن ينتصر أمام إرادة الشعوب وأمام الحقوق التي تكون مستهدفة من أي عملية انتفاضة أو مقاومة أو احتجاج أو مطالب. ولكن الشيء الجديد أعتقد الآن ليست دروس المعارك ودروس المقاومة ودروس أطفال الحجارة ودروس مجاهدين حماس ودروس المقاومين الذين يموتون خارج
تراب فلسطين بالقنص وبالتصفيات وبالإعدامات خارج نطاق القانون. اليوم الدرس هو درس سلمي يقوده القانون وليست الدبابات ولا المسدسات ولا الرشاشات. اليوم فلسطين والشعب الفلسطيني يقود معركة قانونية لم تكن سابقا ولا حاليا في الحجم الذي رأيناه من نوفمبر إلى اليوم، ولم يكن عدد الذين لجأوا إلى القانون والقانون الدولي بالحجم الذي كان سابقا. اتجهت في عدد من المناسبات يعني المنظمات الحقوقية الفلسطينية وكثير من الجهات الفلسطينية نحو القانون الدولي ونحو المحكمة العدولية، ليس بالأمس وليس بعد حرب على غزة، في كل الحروب التي خاضها العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، على أرض فلسطين، على نساء وأطفال ورجال وشيوخ ومنشآت وبنية تحتية لفلسطين، كانت هناك توجهات لطرق أبواب القضاء الدولي. هضر أستاذ زميلي على 2004 يوم أن طلب رأي المحكمات العد الدولية في شأن السور أو الجدار، وأفتى رأيه بكل وضوح وقال بأنه على إسرائيل أن تزيل هذا الجدار وألا يترتب عن إقامة الجدار أي أثر قانوني. حتى الجهات الأخرى التي كانت ستستغل إقامة الجدار قالت المحكمة الدولية على الجميع أن يعتبر بأن هذا الجدار لا يمكن أن يرتب أي أثر قانوني، أنه لا تعتبر بأنه هناك حقوق مكتسبة نتجت عن بناء الجدار. هذا شيء كبير جدا، كبير لأنه التوجه الذي طرحته الجهات الفلسطينية على المحكمة الدولية فعلا أنا أعتقد عبرت لأول مرة أن هناك قضاة مستقلون عن دولهم، لأنه محكمة العدولية قضاة يمتنون دولهم، ولكن في ممارستهم هم مستقلون متحررون من هذا الالتزام التابعي للدول. أعتقد بأنه ثلاث قضاة من جنسيات عربية الصومالية واللبنانية والمغربية أكدوا وكان منهم من كان حاضرا سنة 2004، وكثير من الاستشارات القانونية مش غير قضية فلسطينية مع جدار، قضية الولايات المتحدة الأمريكية مع الدولة الأمريكية التي تم الأوراغوا نيكاراغوا، ويمكن حتى دولة إفريقية يمكن كونغو الديمقراطية فهي كذلك طرحت نزاعا. من ذلك لأن هناك آراء قانونية في وسطين كله ضغوط، في وسطين كله قوة من أجل مسح القانون أمام مصالحها وأمام خططها الاستراتيجية، نجد أنه بعض القرارات التي تعطينا بعض الأفق التي، لكن اليوم من حجم الأمور التي طرحت على المحكمة الجنائية الدولية بالخصوص، نحن نتحدث عن المحكمة الجنائية الدولية، كثير من الشكايات، كثير من الشكايات هي الدول. تركيا وزارة الخارجية طرحت شكايات، شكايات ديال شخصيات متعددة، منظمات متعددة، دول متعددة، ثلاث منظمات فلسطينية، آلاف المحامين، هيئات المحامين قدمت شكايات، بحال القضية ديال النقابة الوطنية التونسية وغيرها. معنى ذلك لأنه الانتفاضة من أجل الصراع والمقاومة القانونية أخذت نفسها وأخذت بعدا، شكرا للمقاومة في غزة لأنها دفعتنا إلى أن نفكر كيف نصارع مع الكيان الصهيوني خارج حدود غزة. وفعلا غزة اليوم في كل المناطق، في المحكمة العدولية وفي المحكمة الجنائية الدولية، هناك غزة، هناك فلسطين، هناك المقاومة تقاوم عن طريق سلاح القانون.
واليوم السيد كريم خان ليس له خيار، لأنه القانون أولا، وغدروا عليه زميلي الأستاذ عمر، ما نحتاجش نصدعوا راسنا بالنصوص القانونية لأنه موجودة، رانا إشارتنا جميع. المدعي العام له سلطة كبيرة جدا قبل أن ينقل الملف إلى المحكمة الابتدائية لتقوم بعملها في البحثي والحكمي والاستماع للشهود، الاستماع للضحايا، الاستماع إلى المتهمين أو المتهمة. هناك قوة كبيرة وهي المدعي العام الذي هو وحده الذي يقرر أولا التحقيق، إجراء التحقيق ما هي؟ يستمع للشهود، يعين الخبراء، يستخدم أشخاص الاستماع إليهم، يستمع